شكلك هتولد النهارده يا حزينه. تعبانه قوي يا ام درويش. ربنا معاكي يقومك بالسلامه. من قلبك يا خاله صالحه. خلخل دروسك. من قلبي يا بنتي ربنا ينجد الولايا كلهم وانت من ضمن. يعني زي اي حد؟ لا اي حد كيف، انا اكلت معاكي عيش وملح، جوز واحد وبيت واحد، وكل ما بطنك تكبر ارفع يدي عشان اقول يا رب نجدها، الاقي لساني عيقول منك لله يا ورد اليمن يا بنت مناظر. حاجه غصب مش بالمزاج يا حبيبتي. طب ايه رايك اني مش مصدقه ولا كلمه، وعارفه انك هتدعي لي. ادعي لي لحسن، انا تعبانه قوي. بدعي لك يا بنتي يقومك بالسلامه، ينتعك ويخفف حملك بحق جاه المصطفى. ارتاحي يا بنتي ارتاحي. لا هقول لك ايه، ده قلبي خفيف، لا حمل وجع ولا اقدر اشوف حد تعبان. خش نامي واشوف لك حد. وعلى مهلك على مهلك. نعم يا رب بالسلامه. الله حلو قوي. مين اللي صاد الصقر دي؟ انا يا شيخ العرب. زرزوع يصيد صقر؟ عملتها كيف دي؟ انا غاوي فضلت وراه لحد ما وقعت وشفته لك هديه. هديه مقبوله يا زرزوع. وسميته كمان. كمان سميته ايه؟ شاهين يا شيخ العرب. الله حلو قوي اسم شاهين. يا شيخ العرب يا شيخ العرب، جالك المولود الثاني ذكر. الله اكبر، جه اخ الدرويش يا زرزوع. وهتسميه يا شيخ العرب؟ شاهين. مبروك يا ام شاهين. ايش معنى شاهين يعني؟ عشان يبقى صقر. اتولد ولا جاي لي صقر عادية اسمه شاهين. فالزين ان شاء الله. نورت بيتك يا ام شاهين بولدك شاهين. اول مره احس انه بيتي صح. وقبل كده كنت عندك في بيتك وبس. يعني دلوقتي ما بقيش بيتنا خلاص. لا بيتك وبيتي وبيت ولدي. والمرحومة صالحة وولدها خلاص ما بقى لهمش حس في بيتك وبيت جوزك وبيت ولدك؟ بتقولي ايه؟ هو البيت يبقى بيت من غير صالحة؟ وانا ربما نرجاني اللي بتوعك. مبروك يا ابو الولي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا صالحة. يا مرحبا يا مرحبا يا بيه. قالوا لي محمد بيها ابو الذهب نور الصعيد. قلت لو نعرف نفرشوها ورد من المنية لحد فرسوط ومن فرسوط لحد سوان. كل دي أرضها تفرشها يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. وأكتر يا بيه، الورد هيتفرش حسب مقدار الضيف، وانت مقدارك كبير قوي. تشرف الله وقدرك. بالتالي سبب الزيارة معروف. قبل الزيارة وسبب الزيارة الضيافة والوكل. تفضلوا يا بهوات تفضلوا. تفضل يا بيه، احنا عندنا اهم ضيف. تفضل تفضل. يا اهلا يا اهلا. عاد ما عاوزش عزومه يا محمد بيه. كل ده يا شيخ العرب ده كتير. والله احنا مكسوفين. حد سامحنا انا والشيخ اسماعيل ما نقدروش ناكلوا اللحم. تعرف الشيخ يوسف ما فاتش لسه عليه حولين، واكل لحم عندنا قبل حولين عيبه. تفضل انت. هاكل لوحدي؟ واه ما احنا واكلنا جدنا اهو. تفضل يا بيه من هنا والشفه. احزانكم صعبه يا شيخ العرب. هنعملوا ايه؟ عادتنا كده. لكن والله مجيك عندنا فرح يا بيه. طب انا هبدا بالجبنه والجرجير. ايه يا بيه؟ قلت زين ما يخوفش. كل اللحم كل 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 وكل سبب الزيارة. عاد تسليم الرهنية حل وعدة. وابراهيم بيك كتوف ده انتظر ابن عمكم ولم يفي بالمعاد، فأرسلني أستفهم لعل المانع خير. طب كل الأول يا بيه، كل ده وكل مخدوم زين دي كل؟ ها؟ طبعا المانع خير يا بيه، احنا ما فيش بيننا غير كل خير. لم يخفاك يا بيه إن أرض برديس دي أرضنا من قديمه، وطلب السلفة دي كان تحت بند تسديد الالتزام، والالتزام استوفى والحمد لله. معلش يا شيخ أكلكم دسم شكله
ولما بصيت عليه ما قدرتش افهمك. جنابكم مش هيدفع الرهن؟ ما هو ما طلعش الرهن. اللحمه اللي جنب العظم دي لعيمك شديده قوي. الرهن ما طلعش رهن. دي تعويض. تعويض؟ افهمها لك. مدي يدك عاد. لما جينا نعمل قعده عشان نراجعوا حساباتنا. فاكر يا شيخ اسماعيل؟ ايوه فاكر. توكد لعلمنا ان في التزامات عندكم لينا وان في ناس قرايبنا تم اهدار اراضيهم. بما ان الناس هنا موكلاني بالحسنى والرضا ان انا اسد عنهم في حاله النقصان، فانا اعتبرت الرهنيه دي تعويض عن سداد. وارض برديس؟ ارضي وارض ولد عم عيسى. يعني الرهن لاغي والارض تفضل في زمانكم؟ لا دهب يرجع ولا ارض تتسلم؟ كلام ايه ده يا شيخ؟ ما هو ما بيجيش رهن يا بيه، ده انت ذكائك مشهور. الرهن بيجي تعويض عن حاجات لينا عندكم. يعني مفيش، والمرهون هيبقى مرهون ليه؟ بدل مفيش رهن. اسماعيل جلالك اهو. كلكم ده رجوع في عهد واتفاق. عمري يا بيه عمري ما ارجع في عهد ولا كلمه اقولها ولو لعيل صغير. بس لازم يكون عنده حظ. تعلم يا شيخ العرب ان الاتفاق كان مع ابراهيم بيك خدها اكبر راس في مماليك مصر، وتعلم ان الكلام كان موثق بورق واختام. يا ابويا انا عارف، بس انت وكلتك ما عجبانيش يا ابويا. كل ما دوبتش اللحم. اعتبر ده رفض وتحدي. لا خالص، اعتبره توضيح، تفهيم لمسائل اتفهمت غلط من الطرفين، وواجبنا التوضيح والتفهيم. ما اظنش ان الامر هيعدي بالسهل. ما اظنش يا بيه ان حسك كده كانه هيأدي. انا فاهم ان كلامك ده كلام رسال وبس. اه يعني اوكلك بيدي ما يصحش كده يا بيه. لا 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 كده تمام يا شيخ، كلامك شبعني. شبعك ليه يا بيه؟ ده الوكل ده وكل زين وزي هريسة استاذك علي بيه، مشكوكولي قوي عليه. تكونش قلقان من اللحمة؟ اعتقد بعد اللي سمعته ده لازم اقلق. لا لا يا بيه، مش اخلاقنا احنا دي خالص. سعد امرك يا شيخ العرب. خد يا ولدي كل الحته دي عشان البيه يطمن. بصير شيخ العرب ومصاريف تتوقع. اقعد يا بيه اقعد. اقعد فين؟ ما هي بانت. ده اجله يا بيه، عمره كده هتعمل له ايه؟ اجله؟ اقعد اقعد، كل مالكش دعوه بيه اقعد. مش هدوق اكلكم. خلاص قوم يا مساعد، قوم قوم يا ولدي، البيت طلع قلبه خفيف. كل يا بيه اقعد، كل بالهنا والشفاء اقعد. اقعد يا بنتي على حالك، من صباحية ربنا وانتي واقفة كده بالواد، ما قعدتيش ولا دقيقة. هعمل ايه؟ كل ما اجي ارتاح يصرخ. ربنا يجويكي عليه. يا رب. اه عارفة يا ورد اليمن، أول ما جيت البيت هنا كنت عيلة، كان البيت كبير، وكل ما أكبر فيه كل ما البيت كأنه هيصغر، لحد ما بقيت أنا وهو حاجة واحدة. بيتي، فاهمة؟ فاهمة. أحلى حاجة يا بنتي إنك تحس إنك في بيتك، والكلام ده ما يجيش في يوم وليلة، لا عاوز سنين. كيف يا أم درويش؟ بصي يا بنتي، جرس الشرك ما يطيبش، وعمرك ما هتحس إنك في بيتك طول ما أنا فيه. أنا هكلمك دلوقتي بالصدق، أنت عارفاني لا عارف الكذب ولا أحبه. عارفة يا أم درويش. المرة تحب تعيش حرة وست بيتها، وما فيش حد ريس عليها غير جوزها. صح صح. وانت هنا عاد اقول الحق ولا الكذب؟ لا الحق، ما فيش احسن منه. الحق يا بنتي مهما يكون انا القديمه، وانت عمرك ما هتكوني ست البيت هنا طول ما انا فيه. يا اما يتهد يا اما نموت. بعد الشر عليكي. يا اما يا بنتي يبقى لك بيت انت وجوزك وولدك.
الحمام يرضى؟ ده حتى البيت واسع. يكشي يكون قد كده 10 مرات. أنا الكبيرة وأنت عارفة. لو أنت عيلة ما عندهاش مخ أو عبيطة ما كنتش اتكلمت معاكي، وكنت قادرة أكتم على نفسك وخليك جوا قعدتك ما تطلعيش منها. لكن حرام يا بوي، جوزك حاكم على كل حاجة وقادر يبني لك قصر، ولعلمك ساعتها همام هيستجدعك. أحسن يزعل. لا يزعل مين؟ ده مربيني وأنا عارفاه. يحبش قد اللي عاوز يبقى بكرامته، ويعرف إنك مش بتاعة مشاكل. مرة غيري ما تديش درتها مفاتيح راجلها أبدا. أنا حاسة صح إنك الدور ده هتكلميني بنية صافية يا أم درويش. أصل حرام يا بنتي عليك بإيه طول ما إحنا مع بعض؟ غصب مزاج. أنا القديمة والكبيرة وبالتعمو، لكن أنت في بيتك الجديد فوق الكل. قولي له اعمليها بزعلة. كيف؟ أقولك ياجي يلقاكي قاعدة في قاعتك زهقانة مش طايقة حد. مالك؟ ماليش. وبعدين صرحي، هو يحب الصراحة قوي. قولي له عاوزة بيت وحدي، ودي حاجة ما تزعلش حد. مين أمك؟ ومين أبوك يا جابر؟ لقيت نفسي في الجبل وأمي هزيلة جاري. أول ما عرفت أسأل سألت عن أبوي، قالت لي مات، كان في طريقه للحج ومات، دفنته وحديها في الجبل. أول ما رجليا شلتني نزلت أدور على وكل وشرب ليا ولأمي، لكن الناس شحيحة والجبل قاسي واليتم شديد ومحدش هيديك حاجة بالرضا. بقيت أسرق اللي يكفيني ويكفيها. هي زهدت الوكل وكانت تقول لي شبعانة شبعانة ببصيتي فيك يا جابر. ماتت ودفنتها في الجبل، ومن ساعتها الجبل أمي وأبوي براه أحس باليد. قتلت حد؟ مرة واحدة، واحد صب عرض أمي قال لي والدي الزنا هو اللي يعيش مطرود، قتلته وما ندمتش. استغفر ربنا يا جابر، استغفر ربنا وهو يسامحك. استغفر الله العظيم. تعرف تصلي يا جابر؟ بص، أنا أمي علمتني الفاتحة، كنت أشوفها قاعدة تقراها وهي مش قادرة تقوم، وبعد ما دفنتها كنت أقعد على حيلي وأقرأ الفاتحة وفاكر إن هي دي الصلاة، لحد ما قطعت الطريق على راجل كبير شكله شيخ وخدته عندي الجبل وقلت له هسيبك لحال سبيلك لو علمتني الصلاة. الراجل بقي يبص لي وهو مستغرب مال الصلاة ومال قاطع الطريق. المهم علمني، وهو ماشي قلت له يا عم الشيخ ادعي لي، قال لي يا ولدي روح ربنا يبدل حالك. وبعدها شفت ليلى. بص احنا نقوم نصلي وبعدها تحكي لي عن حبيبك وانا احكي لك عن حبيبي وتغني لحد الفجر. قوم. افهمك يا اسماعيل، دلوقتي احنا بعتنا ورق وراح وخدنا فلوس زيت زيت، لما رجعنا دفتنا طلع لينا حبوب. اعتبرنا السلفة دي تعويض، قلنا لهم ما لكمش عندنا حاجه. حصل فكرة هم يعني على حسب. يا مرحبا يا مرحبا. على حسب، لأنك الكبير وقاعد على البلد والأمر كله في يدك، في الأول هيستعمل المراسيل والسياسة. تمام، وبعدين ما لقيوش حق ولا باطل. ما لقيوش حق ولا باطل. ساعتها عندهم ورق عليه ختمك، هيحكموا حد من طرفهم يكون ليه دلال عليه. كل ده في حدود العقل.
في حدود الجنان يعملوا ايه؟ محدش عارف من اول انهم يبعتوا حد ياخد برديس بالعافية لحد النهب والسلاح. خلينا خطوة خطوة. انا اكيد الجنان هيبقى بعد العقل ما يفض. المفروض هما في عندهم الورقة المختومة اللي بعتناها مع عيسى وبولس. تمام، هي دي الخازوق. عاوزها؟ عاوزها كيف؟ مين جيبها لي من قصر ابراهيم بيبها؟ مين؟ ده موال يا همام، تاجي كيف؟ عاوزهم اول ما يشيعوا حد اقول له تاجي الورقة اسدد اللي علي. مفيش ورقة مفيش سداد. ايوة بس كيف؟ كل باب وليه مفتاح. المهم يقول لي انت مالك؟ مالي مالي كيف؟ ماليش يا راجل، ده انا عاجرة قلبك قبل عينيك. ليلى همام، هو دي اللي تعبك؟ زمان لما ضربتها يدي ورمت وفضلت وجعاني كتير. ولما قلبك أطرى من الفطيار عتضربها ليه يا تغف؟ فور الدم وخالفتني. تفتكر يا اسماعيل بنت اسماعيل الهواري هتعشق؟ أمال ايه بس؟ ما هو أنا ما فهمش. بنتك عمرها ما طلعت من بيتكم، يوم ما طلعت شافت راجل صح جبال راجل ملهوش عازي وعرفت الفرق. بنتك حبت الراجل اللي شافته ايا كان، مش كان جابر ولا غيره. والعمل طيب؟ العمل عمل ربنا. شوف يا ابو عمو، ديها صرفه. رفضت كل الناس تاخد اللي عجبها. كيف انت عتفور دمي؟ عايز تجوزها للي مالوش اصل؟ واه يا اسماعيل، وانت هواري اكتر مني. لو في حد في البدنه دي عايز يتمسك بالعرف يبقى انا، وانا اللي امر الناس تعمل بيه. جابر مين ده اللي ياخد بيتنا؟ انا سايبه بس عشان لي عوزة عندي، لكن بيتنا ما ياخدهاش غير اللي من لحمنا. بس تكون عاوزاه. خبر يما، ورد اليمن ما بقيتش تقعد وسطينا. انا عارفه لها كل يوم في حال. صالحه، اللي ربى خير من اشترى. ايه اللي حصل؟ حسي اتنبح معاها يا همام. تعالي يا بنتي اقعدي جاري، نتكلموا مع بعض، نسلوا بعضينا. انا قاعده مع ولدي، انا راسي وجعاني. طب انت حره، هقعد اتحايل على بنات الناس عشان يعبروني؟ سبتها. بصي يا همام، ورد اليمن من يوم ما خلفت وهي عاوزة تدي الكل بالمركوب، وأنا مش حمل تهزيق على كبر. كتر خيرك يا صالحة، استحملتينها كلنا. يعني هي قالت لك كلام عفش؟ لا، بس هي عايزة تقعد لوحدها، مش طايقة حد. البيت الطويل العريض ده داج عليها. أتحدد معاها ما تردش، أقعد جنبها تقوم وتسيبني. قلت خلاص سيبيها تتجلع براحتها. عاقلة يا صلاح، طول عمرك عاقلة. يا مال الحكاية؟ كان بقعتك على طول ليه؟ مين مزعل؟ ما واخداش راحتي، هيتعدى علي النفس والكلمة واللجمة. مين اللي هيعد عليكي دي؟ أنا ما ينفعنيش كده، أبقى واخدة أكبر راس في البلد وأتحبس في قاعة أنا وولدي؟ ليه؟ يرضي مين؟ لا، ما يرضيش حد. مين اللي حبسك؟ دق عليك البيت؟ أيوة دق، وأنا الصراحة ما أحبش حد يركب فوق راسي. ابني لي مطرح لوحدي، فيها حاجة دي؟ لا ما فيهاش، زي ما أنت عاوز. بس انت برضو لسه ما عرفتيش همام زين. ما عرفتكش كيف؟ انا يا ارض اليمن شغلتي اجمع ما بعترش.
ربنا خلقني عشان ألم الناس على بعضيها، أحب أشتري ما بيعش. لو أنا فقير كنت بقيت أنتي وصالحة وأنا والوادين في ثباتة واحدة، ولو أنا أغنى من كده كنت خليتها ورا كله في بيت واحد، واللي معايا من قبل ما أنت تتولدي وبقالها سنين معايا ومربيه، يوم ما قالت حاجة زي كده بيتها واقفة على حيلها زي الحصان لغاية الصبح. ردي ليما. نعم. اوعى تكوني مرتي وقدام جاري على فرشة واحدة ومعرفش أنا مين وبفكر كيف، ولا هتتعبي قوي. حاضر. وأنا يوم ما قلت لك تسمع كلام صالحة مش معنى كده إنك تبقي ديلها. أنا عمري ما كنت ديلها. لما تنشي كلامها عليك وتحبسك في قاعتك وتخليك تقولي كلام ما ينفعش يتقال تبقي ديلها، وساعتها أول حاجة هعملها أقطع ديل صالحة. يعني أعمل إيه؟ تطلعي دلوقتي تقعدي معاه، لكن تقولي كلام ملوش عايزة لا عايزك هنا ولا هناك. أنا هنام شوية وانت تطلعي تقعدي معاها تقولي لها توحشتك. يلا. عليكم السلام. خير؟ سبتي جوزك وجيتي هنا ليه؟ قلت اقعد معاكي اصلي توحشتك. توحشتك العافيه. همام قال لك حاجه؟ لا حشته. طب انتي قلت له حاجه؟ هقول ايه يعني؟ هو اللي قال لي تاجي تقعدي معاي؟ هو قال لي هتسيبي صالحه قاعده لوحديها وقعدي معاه. فيك الخير، يعني الراجل نام وشيعك؟ لا هو نام وانا قلت لي يا كتير ما شفتكيش. اهلا وسهلا. رايقه يا حبيبتي؟ رايقه طبعا. اقعدي براحتك، اهل الحيطان حواليك تسليكي. انا اكون ارتاح لحسن تعبانه قوي. قلت لها ايه يا حمام؟ شكلك صعيدي صح يا صالح بيه، كأنك مولود في فرشوط. ما انا صعيدي الهوى يا شيخ العرب، طول عمري حاسس اني منكم. ولينا الشرف يا بيه. افعال الرجال لا تنسى يا شيخ العرب. يوم ما حصلت الكسره الكبيره للقاسميه بيوتكم اتفتحت لينا ولعيالنا ولحريمنا. فاكر الشيخ يوسف قال ايه؟ فاكر يا صالح؟ ضيف يا عمري ما سلم. عايزين تاخدوه خدوه، بس على جدتي انا وولادي وهواره كلهم. الباب المكفول ده وراه جهنم الحمراء، فاتحه حنكه مستنيه اللي يستجري يخطي عتبه الشيخ يوسف تاكلوك. الله يرحمه. تفضل يا بيه. تفضل تفضل. قول يا صالح بيه، مين جبال ابراهيم بيه بحري؟ عثمان بيه الفقاري، اكبر راس واكتر مماليك. مليح. ولو شهدنا دي يبقى مع مين؟ هو مش حقاني وكرش واسع، لكن يقف ضد ابراهيم بيك. واحنا ما عاوزين نشكر من كده، يعني هو الباشا الاول هيحكم عثمان بيه أظن ياخد رأيه. ما عندكش جواري حلوة كده يا صالح بيه؟ كتير. الله، أنت مش متجوز ومبسوط وكنت زمان بترفضهم. وماله يا بيه؟ ما يمنعش نحل برضه. ما فيش أكتر منهم. تحب أبحث لك عشرة؟ لا، واحدة كفاية. بس تكون ما جابتهاش ولادي.
حاضر، شكون عندك حالا؟ بص، عشان راسك ما تروحش وتاجي وما تفكرش كتير، وانا ما اقدرش اكذب عليك، انا عاوز هديه. مرحبا بحالك، طبعا هديه. لا ما اقصدش، قصدي اقول اني هاديها لحد. تهديها تحبها انت حر، المهم تنبسط. هتبسط ايه يا بيه؟ ما عادش. عادش؟ انت ما عادش يا شيخ العرب. لا ما اقصدش، ما عادش في بال طويل للدنيا والجلع. ماله بالك؟ مشغول بايه؟ كتير يا صالح بيه، كتير. المهم والله منورني ومكترنا يا صالح بيه. تعرف انا هنا بحس بالراحه، بحس بالراحه معاكم. طول عمري حاسس انكم اهلي وناسي، وبعيد عنكم ما فيش غير القلق والمشاكل. اقول لك على حاجه وما تتحرجش. قول يا صالح بيه. انا كان نفسي ابقى صعيدي، اعرف من اهلي وجدودي، احس بالدفى بين اهلي والعزوه والناس. انا فكرت كتير اسيب كل حاجه واجي هنا ابني بيت واعيش وسطيكم وانهي حياتي بين الناس اللي بحبهم وبيحبوني. عارف يا صالح بيه، لو اللي حوالين مني عارفين قيمه الكلام الحلو اللي هتقوله دي، كنا بدينا اجوى ناس في الدنيا، واللي ما عندناش نكملوه. عندنا الدفى والعزوه، ما عندناش القوه والنظام. مش انت عاوز تبقى صعيدي يا ابويا؟ ايوه. واحنا عاوزين نبقى مماليك. يعني ايه يا شيخ العرب؟ تعلم يا صالح بيه ان مفيش قوه من غير سلاح. ده صحيح. ناسنا مش اهل حروب، جار زرعتهم حامينا، وانا عايز ديش كبير يا صالح بيه. الله. انت ناوي تحارب مين يا شيخ العرب؟ لو ما حاربتش حد يا ابويا احمي اللي عندك. احمي اللي عندك؟ من مين؟ لو بعتوا أي تجريدة من مصر لحد هناك تاخد كام يوم يا صالح بيه عشان أوامرهم تمشي وبيوتنا تخرب وناسنا تتشرب. تقدر تقول أقل من 3 ليالي؟ يبقى احنا كده عبيد مزاج اللي في بحري. رجوا عننا عيشنا، قلبوا علينا موتنا. شوف يا شيخ العرب، الصعيد في النهاية منفى، وطول ما الغلة والحرير والسكر طالعين من هنا لهناك يبقى خلاص الدنيا أمان. الدنيا ملهاش أمان يا بيه، واللي آمن لها غلطان. عينيك بتبص لفين يا شيخ العرب؟ عزوة من غير جوه يا صالح بيه ملهاش عايزة. انت عندك كام مملوك؟ يعني قربوا يبقوا 2000. لو كل واحد منهم علم 100 هواري يبقوا ديش. انا عاوز كل مملوك من مماليكك يبقى على راس 100 هواري، وانت في الاول وفي الاخر حاكم جرجه. وبدل ما يبقى عندك 2000 مملوك يبقوا كتير، وانا اضمن ان الناس ما يفضلوش ناس قاعده بين الشمس والطله مستنيين رزقها المضمون. وفي النهايه احنا في حالنا. هي فكرة عظيمة يا شيخ العرب. وأنا هشيع لك الشباب يا بيه، كل عيل عدى سن البلوغ هشيعه لك. عاوز رجالة تركب الفرس وتملك السيف. عاوز يا شيخ العرب تاخد عيالنا من بيوتنا وتعمل فيهم زي المماليك. ليه؟ برضو ولد العز يتهانوا. تعرفين يعني ايه هواري؟ ايوه عارفين. يعني ايه هواري؟ يعني راجل وكلمة لها وزنها. تمام، وايه كمان؟ يعني كبير ولا يعمل الصغير ويحكم بالحق. تمام يا شيخ اسماعيل. يعني ايه هوار يا شيخ سلام؟ يبلع المر ويدي الحلو. وايه كمان؟ الهواري شيال الحمول. كل ده جميل. اقول لك انا يعني ايه كلمة هواري؟ الهواري هو الفارس اللي من قدام، سموها على جدودكم زمان لما كانوا امراء في المملكة. اول الديش هو الهواري.
يعني اللي نام جار مرته وولاده حواليه وعايش للوكل والشرب والحريم وبس، ديه ما يلقاش هواري. عاوز أردكم لأصلكم يا هوارة. انتوا عندكم الأصل الطيب، بس الأصل الطيب وحده ما يحميش حد، والعمر مش مضمون. حاولوا معاي بالسم ومش هيسكتوا، هيحاولوا مرة واثنين وثلاثة. ولو أنا مت وانتوا كده، والله ما تقدروا تتخيلوا هيعملوا فيكم إيه. ربنا يديك طولة العمر يا شيخ العرب. الرجالة هتروح يا شيخ إسماعيل، ويفضل اللي عملوه. اللي عمل حاجة راجل، واللي ما عملش ملهوش ذكرى. غيرك زمان حاول كتير وما قدرش، واللي ما حاولش عاش أكتر. ما ياخدش الروح غير اللي خالقها. اللي ولده غالي عليه قوي كده ما يشيعهوش. هو حر، انا مش هغصب على حد، بس يشوف عنده ارض ايه ويتنازل عنها، عشان الارض ملهاش عازة من غير حد يحميها. خلص الكلام. الورقة دي مختومة بتاريخ ايه يا بطرس؟ 17 بابا. لا لا، بقونا. هو انت يا ولدي ما تعرفش تقرا ولا ما تعرفش تكتب؟ لا، اعرف اقرا واكتب. زين، مليح. تعرف الشهور يا بطرس؟ انهي شهور؟ الشهور اللي هنترخ بيها الورق وهنزرع بيها. بابا وامشيغ وكده؟ ايوه يا ولدي، رتبهم لي بقى من خريف للصيف. توت وبابا وحطور وهمشير. روح يا بطرس، روح ارتاح. اروح فين؟ روح بيتكم. اللي ما عرفش السنه ماشيه كيف ويمشيها بالشقلوب يروح. واي واحد من اللي قاعدين وسامعني وما عرفش الشهور ورا بعض يروح. روح يا بطرس، قلت لك راسي ما نقصاش كلام وحديد. روح. توت بابا هطور، يقول للبرد طور. كياك شيل يدك من فطورك حطها في عشاك. طوبة كل يوم درى الشمس يزيد طوبة. أمشير كل يوم درى الشمس يزيد حصير. برمهات اطلع الخالة وهات. برمودة ما يخليش في الغيط ولا عودة. بشمس بقونا أبيب يطيب الرطيب، وفي الآخر مصري. مفيش كاتب أو حاسب أو حد يملك ريشة ومحبرة ويستاهل شغلته وما يعرفش الشهور والمواعيد. ديوان شيخ العرب همام ما ينفعش فيه غير المتعلم المخلص وبس. خلاص يا معلم بولس، أنا هحفظهم. روح يا بطرس ارتاح، روح. قلتلك ده ولد اخوك يا معلم بولس. ولو ولدي الا الامانه يا ولدي. انت مين يا حبيبتي؟ انا نظام. هدي سيدي صالح بيت لسيدي شيخ العرب همام. نظام؟ ومن متى همام عاوز جواري؟ انا هديه. هديه مقبوله يا حبيبتي. ومالك صفرة قوي كده وشفايفك حمرة؟ خلقة ربنا. وهتعمل ايه عندنا خلقة ربنا؟ اللي يؤمر بيه سيدي هعمله. اللي يؤمر بيه سيدك؟ ما يأمرش عليك ظالم يا حبيبتي. ورد اليمن تعالي اتفرجي على الهدية الجديدة. اللي ما يرضاش بالخل يرضى بشرابه يا بنتي. مرحبا مرحبا يا اختي. حلوة الهدية. لقيتيه حاجة يا أم درويش؟ لسه يا حبيبتي، ربنا يكفيكي شر ساعة اللهوة. لا ده كلام، لازم نكرم الهدية. اكتب يا بولس بالنيابة وجهز الختم. بعد السلام عليه
الأجل المحترم جناب عزت له إبراهيم بيك كتخدة. لما كانت الأرض للنواحي فرشوط برديس، أرضنا من قديمه إلى قيام ساعته، والظروف مرة رهناها وأتى وقت السداد كما تعلم. ولم يخفاه جنابه إن الأرض كره كثير، وإنها سددت منها ما عليها، فإن الحقوق إن راحت تعود، وإنها خلاص عاودت إلى أهلها وسددت عنهم منها ما عليها، والسلام ختام. الفقير همام والد يوسف أحمد كمل العاشر جد واختم. ايه اللي هبطتوه ده؟ هو الغشم ما يسيبكمش ابدا؟ ولا حد كلمها، هي مش من هنا، ما خبرهاش البيت، كل شويه تخبط في حاجه لحد ما تكسر. اوه هيخير عليا انا الكلام ده. لا هو ده اللي حصل. ام داروش هتكدب ليه؟ اتفقتوا مع بعض خلاص يا ورد اليمن؟ انتوا عارفين انا جايبها ليه هديه؟